شيف طارق بعده بالمقلب الاخر من المطبخ، بعده عم بيحضر في كثير اشياء بعد لحتى تقدروا تتابعوها باخر محطه من ورشه ملح لليوم. عجبتك أوكي. المقلب الاخر؟ المقلب يعني هو مقلب وهنيك مقلب اخر. طيب وين صرنا؟ هلا في عندي كمان الكروستيني الثاني، هيدي انا عملتها بس لاعطيهم شوية افكار عن الباف بيستري شو بتقدر تعمل اذا كانوا في عندكم باف بيستري بالبراد. ما عارفين شو كنت تعملوا فيها. فيكم تعملوا كثير اشياء فيها. اوكي؟ ومنهم هل بعتقد الرز خلص غدا رح نحطه شوي ورا لحتى نفسر شو عم بيصير. يتابعونا شو اللي عم نعمله. اوكي. هون شو عملنا؟ هيدي مثل الفوكاشيا بس كل اللي حطيت عليها زيت زيتون، بارميجانو مبروش، شوية بصل أحمر تعطيها طعم كتير طيبة، أكيد أوريجانو، ملح وبهار. بيطلع عندكم كروستيني بيرفكت. فيكم تاخدوها لحالة مع كوكتيلز، مع سوب، مع سلطة أو سناك يعني. كمان الباف بيستري كتير فيه روح الواحد إلها كتير مجلات يشتغل فيها. صحيح. اوكي راح اخذ هلا اذا لقيته بسرعه راح اقص الباف بيستري اللي عندي مثل البيتزا اذا شايفينها، فينا نصغر فينا نكبر. حد الصوب هيدا مثل ما قلت كثير طيبه. نعم حد الصوب كثير طيبه. ايه اكيد. وفي لها يعني حتى بالبرزنتيشن انا كشيف مثل ما بيقولوا هاندز اون شيف، وبعدني بحب اطبخ، وفي يعني بتقدر تاخذي كثير افكار بالباف بيست اللي بتعطيك اياها كبرودوي فيني يعني كفينيساج لصحن. هلا هودي بنخليهم كبار، ما راح نقصهم برا. هذيك اكيد كمان بنقصها بنفس الطريقه اللي قصينا فيها. طيب رح احط هيدي هون. هلا السلطه بنرجع بنخلصها. البيبروناتا صوص اللي رح اعملها رح ناخذ مقلي، وهيدي اكيد بدون ما ننسى انه في عنا بالفرن الصوص. لشو عم نعملها؟ هيدي صوص للتشيكن او للدجاج اللي عمل هلا. بعتقد الدجاج خلص رح طفي الفرن رح طفي. اوكي اوكي ماشي الحال. رياندو كاسي مش مشكلة. اوكي رح نولع النار هون وبلش نعمل نقلي مثل ما قلنا الفليفلي. نرجع نحطهم لحالهم اكيد بكون اكيد كل شيء عم نستعمله مع زيت الزيتون. كمية اللي بعمله دائما احسن ما يجي بهار على ميله وحده او على قطعه وحده من الفليفي والبقيه ما ياخذوا نصيبهم. بملح بنحضرهم قبل بوقت الزيت. اوكي فبهالشغله هيدي بيطلعوا كلهم مملحين ومبهارين مثل ما نحن بدنا. اذا شايفي هون كمان شايفين رح كمان عم بحضر السلاد اللي هي معموله بالفريش موتزاريلا. كل اللي عملته اكيد الواحد اذا حابب يتسلى قبل الوقت تاخذوا الخيار تقصوه بالطول بشكل لمال كثير كثير رفيع. في مندولين بتعمل هالشغله، وهيدي بيجي اكيد مع البندوره اللي رح نقصها هلا، الفريش موزاريلا اللي رح نضيفها بعدين. الفريش موزاريلا اكيد بتجي لا مبلحه ولا مبهره ولا شيء، ما فيها لا طعمه حليب. انتو عليكم توجهوا الطعمه اللي بتريدوها. اوكي بقلب السلطه هاي. الزيت عم بيغلي. ما عليه ما بيأثر. رح اخذ البندوره ونقصها شحف صغيره. اوكي. اكيد في عندنا الخيار موجود بالجاط هذا، ميرسي هذا. رح نعملهم فوق بعضهم، رح ياخذوا لعندي احسن ما ضلني رايح جاي. اكيد مش ناسيكم.
وهول ما بدهم كتير وقت صراحة. الفلافلة دغري بتذوب. مزبوط. حط شوية بصل معهم. البصل الهندي اللي عم استعمله بيسموه الهندي هو صراحة البصل الأحمر أكيد بذرته هيك. كمان بده بس بياخدوا شيء بسيط الصوتية، ما بدكم تكتروا الصوتية عليه كتير لحتى يضلوا اللون فيه مزبوط. لكن عملنا البندورة هون مثل ما شايفة ست غادة. رح نزيد عليها حبوب الزيتون المقطعة. رح ناخد كمان فلافل الصفرة. يعني هيدي الأكلة طالعة كمان أنا مثل ما عم عطول بعمل إنه فيكم من إنجريديان ثلاثة أربعة مكونات للأكل اللي عم تعملوه تعملوا المائدة كلها. أوكي؟ هيدي الفكرة اللي حابب أعطيها. أكيد الفلافل كمان رح نقطعها بشكل شوي كبير. صار في عنا اصفر واسود واحمر واخضر كل الالوان كل الالوان. وهيدي صارت كمان خالصه، بدها شوي صغيره بعد. حطينا الزيتون والبندوره. اوكي اكيد بدنا نضيف شويه حبق معها. هيدي السلطه ما بدها كثير فلسفه، شويه اوريجانو اكيد. البهار هون بيكون خلصت الصوص. هيدي هلا بدنا نزيد الشغلات الاضافيه اللي قلق اللي هي الكيبرز. الكيبرز هي او القبار، هي شتله موجوده كثير نحن عندنا بلبنان ما حدا بس بيعرفها. بتشوفيهم اذا بس طيبه كثير على 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 البحر بين الصخور بيطلعوا مثل الزهره تبولا لوناموف بيطلع. هذا هو الكيبر صغار بقى في عندنا كثير منهم. في كثير ناس بيسالوني شو هي هيدي. لا هيدي الكيبر اللي نشتريها من السوبر ماركت. اوكي جوين اون. رح نزيد شويه حامض. خل التفاح اللي هو كثير مفيد. صارت عندنا تقريبا نحن الخلطه هون جاهزه. رح ناخذ ملعقه أكيد بدنا نزين شوي السلطة أو بنحطها بكعب. شو بحب أشتغل بالسلادات أنا بعتقد هيدي مثل مرة قلتها على الهواء، قلت إنه الشغل بالجارد مانجي أو السلطة مثل ثيرابي، لأنه بتشوفي كل الألوان كل الألوان الطبيعية بدون ما تنطبخ أو بدون ما تتلون. مظبوط كلها موجودة. حط بعض ورقة صغيرة. اوكي هلا رح نعمله. اكيد هي نسيت شغله كثير كثير مهمه كثير مهمه، زيت الزيتون. ما راح احط فيها ملح غاده هيدي لانه في الزيتون المقطع بيعطي ديجا ملح. اوكي بيعطي حموضه. اوكي يعني مين قال انه التليان بيخترعوا شغلات؟ بس نحن كمان عندنا بندوره وخيار كل شيء موجود عندنا كل شيء. وانا كمان سبق وحكيت مره انه بحب انا الكوزين الترياني، حبيتها لما كنت مسافر برات لبنان لانه كثير قريبه تشبهنا للمطبخ لنا. رح نعمل حط السلطه. اوكي حتى السلطة بتعمل صوت كمان. طيب هلا نحط الملعقة على جنب. مثل ما قلت لكم الموتزاريلا اللي حطيتها زدت لها بس ملح بهار شوية اوريجانو لحتى بس نعطيها شوية طعمة مثل ما بيقولوا. عظيم. اوكي هيدي خلصت. هلا نحن كمان غدا حطينا الكروتون اللي قلت لي انه كيف بيقدروا كيف نقدر نزين فيهم حد السلاد. فينا نحطها بهالطريقه هاي. في حدا عم يتنهد هون رح يروحوا فيها. وهيدي دائما
بايطاليا صراحه بيقولوا باستا الفاني، يعني اعطينا اول شيء الخبز بعدين ناكل السلطه. بعدين نحن حطينا الخبز اول شيء على السلطه، بتمرق بياخذوا الخبز بعدين بيصب كل واحد اللي بده اياه. هلا رح نعمل اخر شيء. شو بدنا نسكب يا غاده؟ بدنا نسكب عندنا بعد دجاج، عندنا رز، عندنا في كثير اشياء بعد. هولي ما رح روح ضيعان. وعندنا وعندنا الصوص يلي وعندنا الصوص. هلا اول شيء بس بدي نظف هيدي شوي صغيره. أنا بعد شوية وقت نحن بحاجة بعد لجات غير هيدا؟ لا رح أعمل البرزنتيشن بهيدا. رح نشيل الدجاج سخنة كثير كأنه كانت بالفرن. في شغلة اللي ما عملناها بالرز اللي هو كنت مفروض أعملها، لا مش كنت مفروض اعملها، كنت مفروض اعملها اخر شيء مزبوط. اللي هو في عندي برش الحامض. اوكي مع الرز حطينا البازيليك، حطينا البصل، زيت الزيتون، الزبده، زعفران. زعفران المزبوط عم استعمل مش انه زعفران. رح نحط برش الليمون، ودائما بنحطه اخر شيء، وبنخلط الرز اكيد بدون ما نوقع على برا مثل ما عملت هلا. هلا رح خليكي بس تشوفي هالريحه، تشمي الريحه اللي قبل ما نصب، بس نشئي ريحه البرش الكومبوزر. الكومبوزر تبعو قديش فيها طعمات البازيليك والحامض. يعني هذا الرز فيكم تعملوه مش بس مع دجاج، مع كل شيء لحاله. انا بروح مع سمك ديفينتلي لانه كثير بتلبق للسمك. أوكي. طيب رح اعمل هلا البرزنتيشن بهيدا. هذا شوي كبير، لا رح اعمل وحده غيرها. فينا نخلي هيدا على جنب مثلا. فينا نستعمل هيدا غدا. اوكي. سوري اليوم ما جبت، ما هي الصحون بتنقلي بالعاده. مش مشكلة. طيب. رح نجيب. بعد عنا دقيقة. بعد دقيقة ممكن دقيقة ممكن خلصنا، احنا خلصنا اكيد خلص. كثير حلقة حلوة حبيتها اليوم. لأنه فيها كثير أنواع طيبة وفيها أنواع كثير ملونة. هلا ما رح ننق كثير على البرزنتيشن، عملنا ملا دغري نحن، فبترجيكم إنه تتفهموا الوضع على السريع. على السريع، طيب رح ناخذ لوش صغيرة. هون شو عندنا؟ رح أحط صدر دجاج أو اثنين، هذا الصحن اللي لك غدا أصلا. أوه عظيم. لا بدي وحدة اللي أنا بحبها اللي هي هاي. تكون محمصة بليز. صح مزبوط. أوكي. خلص ما بعرف شو بتاكلي، بس بعرف شو بتاكلي، بعرف ذوقك بتخلي. رح نحط الصوص، ما بدي أحطها على الرز حتى تعطيها شوية لون زيادة. والفليفله. والفليفله رح نحطه اكيد فوق. استغدى نحن بدنا ننظف الصحن اكيد، بس احنا لانه ما بقى عندنا وقت ما بدي اعطيك الصحن موسخ. طيب فينا نكفي نصب نحن وعم نقول باي. رح ناخذ البيبر مع جنريك، رح نحطه هون اكيد، رح نصوره للصحن فوالا. نحن بس خلينا نقول باي للمشاهدين. طيب رح نشوفها خلال هالاسبوع. مشاهدينا اكيد رح اشوفكم بكره اذا الله راد، كمان ايطاليا بكره اذا الله راد. اكيد ميرسي لك شيف طارق. ميرسي غاده لوجودك. بقيت نهار حلو بدي اتمنى لكم مشاهدينا. اكيد انطرونا بكره ابتداء من الساعه 10 مع عالم الصباح. نهار مبارك.